في ظل غياب ردود فعل رسمية دولية واضحة لما يجري في اليمن، دانت منظمات إنسانية بشدة العنف الذي تمارسه القوات التابعة للرئيس علي عبد الله صالح، خاصة استهدافها المعتصمين العزل في تعز. فقد عد التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب ما يجري في اليمن جرائم ضد الإنسانية، وقال إن ملفها الجنائي سيتحمله الرئيس علي عبد الله صالح وكل من يعاونه. بينما وصفت جمعية أصدقاء الإنسان الدولية عمليات القتل الجماعية في تعز بأنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، ودانت اعتقال الجرحى والقصف والتدمير الذي طال المدينة وأبنائها. أما منظمة العفو الدولية فطالبت في بيان السلطات اليمنية بالإيقاف الفوري لقتل المحتجين وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب بحقهم.